طبقا للتوجيهات السنوية لتحضير القوات لسنة 2016-2017 لقيادة الحرس الجمهوري، نفذ يومي 19 جوان 2017 الفوج الثالث الآلي للتدخل للحرس الجمهوري بالميدان المركزي للطيران الشهيد مقواس بالقاسم حاسي بحبه، تمرينين بيانيين بالرمايات الحقيقية. تمثل سيناريو التمرين الأول في الرد على كمين وقعت فيه سرية من سرايا الفوج أثناء تنفيذها لمسير، حيث أبان فيه أفراد الفوج قدرات قتالية عالية من سرعة كبيرة في الانتشار، التموقع الجيد، الرد السريع على المجموعة الإرهابية، والذي ميزته إصابة دقيقة للأهداف. يهدف هذه التمارين إلى اكتساب القادة الخبرة التطبيقية، اختبار القدرة التحمل في مختلف الظروف القتال، انسجام الوحدات الفرعية في الأعمال القتالية، وتحسين الكفاءات للأفراد في التحكم والأسلحة. أما التمرين الثاني فتمثل في القضاء على مجموعة إرهابية مجتمعة في ديار مهجورة، أين أبان هذا التمرين على مهارة عالية للأفراد بإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة، والتي تم اكتسابها من خلال التجسيد الميداني للمعارف النظرية، وكذا بفضل التنسيق المحكم والسيطرة والتعاون التام بين مختلف الفصائل والحظائر. التقينا دروس تطبيقية على مستوى ميدان الرمي حاسي بحبح، وذلك من خلال تعليم على دقة الرمي، قدرة التحمل، التمويه، وكيفية التعايش مع البيئة القاسية، وهذه تحتاجها في المواقف الصعبة. تعتبر التمارين البيانية من أرقى الأساليب التدريبية للقادة والأفراد على كل المستويات، بخصوص إدارة وتنظيم مواقف مشابهة لظروف ومواقف حقيقية، بغرض الانسجام وتحقيق قدرات عالية للعمل كفريق واحد. يهدف هذه التمارين إلى اكتساب القادة الخبرة التطبيقية، اختبار القدرة التحمل في مختلف الظروف القتال، انسجام الوحدات الفرعية في الأعمال القتالية، وتحسين الكفاءات للأفراد في التحكم والأسلحة. أما التمرين الثاني فتمثل في القضاء على مجموعة إرهابية مجتمعة في ديار مهجورة، أين أبان هذا التمرين على مهارة عالية للأفراد بإصابة الأهداف الثابتة والمتحركة، والتي تم اكتسابها من خلال التجسيد الميداني للمعارف النظرية، وكذا بفضل التنسيق المحكم والسيطرة. تمثل سيناريو التمرين الأول في الرد على كمين وقعت فيه سرية من سرايا الفوج أثناء تنفيذها لمسير، حيث أبان فيه أفراد الفوج قدرات قتالية عالية من سرعة كبيرة في الانتشار، التموقع الجيد، الرد السريع على المجموعة الإرهابية، والذي ميزته إصابة دقيقة للأهداف. طبقا للتوجيهات السنوية لتحضير القوات لسنة 2016-2017 لقيادة الحرس الجمهوري، نفذ يومي 19 جوان 2017 الفوج الثالث الآلي للتدخل للحرس الجمهوري بالميدان المركزي للطيران الشهيد مقواس بالقاسم حاسي بحبه، تمرينين بيانيين بالرمايات الحقيقية، والتعاون التام بين مختلف الفصائل والحظائر. التقينا دروس تطبيقية على مستوى ميدان الرمي حاسي بحبح، وذلك من خلال تعليم على دقة الرمي، قدرة التحمل، التمويه، وكيفية التعايش مع البيئة القاسية، وهذه تحتاجها في المواقف الصعبة. تعتبر التمارين البيانية من أرقى الأساليب التدريبية.